بحلول عام 2006 وحسب إحصائية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، بدأ سباق التجسس الإلكتروني. يوماً بعد يوم وعاماً بعد آخر اتسعت دائرة المشاركين: باكستان، الهند، كوريا الشمالية والجنوبية، إيران، فيتنام، سوريا، بل ولبنان، وأخيراً وليس آخراً في القائمة منظمات وميليشيات كحماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. التجسس الإلكتروني لا يكلف الكثير، ولكن صناعة الصواريخ تكلف الكثير. القدرات النووية تتطلب الكثير من الموارد والعلماء. روسيا من أوائل الدول التي استثمرت جيداً في مجال التجسس والهجمات الإلكترونية، واعتبرته استمراراً لحملات الدعاية السوداء التي مارستها أجهزة المخابرات السوفيتية. اهتمت روسيا بحملات الأخبار الكاذبة طيلة المئة عام الماضية، فإن استطاعوا أن يصيبوا خصومهم بالارتباك، وإذا نجحوا في إشعال الفتن وأحاطوا الناس بالشكوك، أو أن يجعلوا خصومهم يتقاتلون فيما بينهم، فهذا مفيد جدا لروسيا.